دكتور مسعف العبد الرزاق من دبي، استشاري أطفال معي للحديث أكثر عن هذه الدراسة. ما هي اللقاحات التي وفق دراسة هناك لقاحات كثيرة قد تلحق ضرر بجهاز المناعة، وكيف أنا أعرف عند إعطاء أي لقاح لولدي؟ أول شيء مساء الخير عليك وعلى المستمعين أهلا الكرام وسهلا. والمشاهدين الكرام. الحقيقة هي الدراسة اللي عملت لتطمين الأهل والتأكيد على أنه أعطاء التطعيم للأطفال واللي بالغ عددها فوق ال20 طعم تنعطى بالفترة الأولى ما أدت إلى انخفاض من مناعة الجسم، أو أنه أدت الجسم لحتى يتعرض لأمراض أخرى. بس لما أعطي الأطفال لقاحات إضافية؟ هي مش مفروض يعني ستاندرد، يعني كل طفل يعطى لقاحات فيما يتعلق بأمراض خطيرة معينة تفاديا للإصابة بها، صحيح؟ صحيح، وهي كل اللقاحات اللي موجودة حاليا هي لحماية الطفل وحماية الكبير. فنحن عندنا الأطفال فيهم برنامج معين، وهذا مطبق بالوزارات الصحة وبكل الدول العالمية، هي التطعيمات الأساسية. الأهل بخافوا من التطعيم لسببين، ممكن يكون أن أولادنا ما بدهم يتعرضوا للمرض، أو أن أولادنا عم يضعف مناعتهم أعطاء التطعيم. الحقيقة الدراسة أول ما الدكتور دالي أول ما عمل دراسة عم تضعف مناعتهم بسبب إعطاء اللقاحات، هيك الأهل بيقتنعوا. فمشان هيك الدراسة هي طلعت لتطمن الأهل على أنه إعطاء التطعيم ما بتأدي إلى أضعاف المناعة عند الطفل، وهذا بس لحد معين أو ليس بالضرورة. الدراسة اللي عملت حتى الدراسة بعد سنتين من إعطاء التطعيم وجدوا أنه الأمراض اللي عم يتعرض فيها الطفل من أمراض تنفسية أو أمراض هضمية أو أمراض معدية أو فيروسية أو جرثومية ليس لها علاقة بالمضادات اللي ظهرت نتيجة إعطاء التطعيم للطفل. التطعيم اللي بنعطيه إحنا للطفل حتى يخلق مناعة عنده. هالمناعة الموجودة عند الطفل من التطعيمات اللي أخذها ليس لها دور في الأمراض التي تحصل في المستقبل، يعني الأمراض الغير اللي لها علاقة بالطعم. يعني الأهل بيظنوا أنه أنك عم تعطي التطعيم وبالتالي عم تنزلي من مستوى المناعة عند الطفل، فعم بيلقط أمراض ثانية. فالدراسة هي حتى تطمن الأهل أنه التطعيم اللي عم ياخذه والمناعة اللي عم تحصل عند الطفل من هالتطعيم هذا ما عم بتأدي إلى إنقاص من مناعته، وما عم بتأدي إلى إمكانية تعرضه للأمراض الأخرى. هل بات لدينا لقاحات جديدة؟ أين وصلنا بموضوع اللقاحات؟ يعني عادة من زمان كنا نحكي عن لقاحات بفتكر معينة مهمة للأطفال، يعني ما بعرف بالجدري، بالصفيرة، أمراض معينة. هل صار في لقاحات جديدة ممكن أن تقي من أمراض أخرى؟ طبعا حاليا التطعيم، البرنامج التطعيمي دخل عليه غير موضوع الشلل والثلاثي اللي هو الدفتريا والسعال الديكي والكزاز، كان اول دخل عليه التهاب السحايا من نوع البي، انفلونزا بي، هذا بيعمل التهاب سحايا خطير جدا، وبيعمل التهاب اذن وبيعمل التهاب صدر. هذا تطعيم دخل جديد حديثا، ودخل تطعيم كمان التهابات الرئه اللي هي البنوموكوك، هذا الجرثوم اللي بتخلق التهابات الرئه وحتى بتؤدي الى التهابات سحايا. تطعيم الروتا ضد فيروس الروتا اللي هو بيؤدي الى اسهالات قويه، وبتؤدي الطفل لانه يدخل بنقص ايماها، ممكن نضطر ندخله المستشفى ونعينه. وهذه التطعيمات الثانيه اللي هي الانواع الجديده من التهاب السحايا اللي عاده بياخذوه عنا الناس لما بيطلعوا على العمره ولا على الحج او على المناطق اللي ممكن تكون متعرضه للامراض الثانيه. في انواع حديثه ظهرت منه، كانت اول انواع معينه، هلا ظهرت انواع حديثه من هذا التطعيم. التطعيم بحد ذاته مفيده جدا جدا جدا، يعني ولا تؤدي لا لانقاص مناعه ولا تؤدي الى الاضرار بالطفل. انا اشكرك جزيلا دكتور مسعف العبد الرزاق من دبي، استشاري اطفال، شكرا.